سائل آخر يا شيخ يسأل عن التلبية التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتى تقطع التلبية وخصوصا في العمرة والحج؟ يلبي من حين يحرم بالحج والعمرة، ويستمر تستمر التلبية إلى أن يشرع في الطواف للعمرة. الطواف للعمرة إذا أحرم بالعمرة يلبي من حين أحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة، ثم تنقطع التلبية. وأما في الحج فإنه يستمر في التلبية إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، يوم عيد الأضحى. نعم.